سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت، أي قال الراوي: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. هذا حديث آخر أيضا يبين ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من بركته والمعجزة التي وهبها الله تعالى إياه من نبع الماء من بين أصابعه. ويظهر أن هذا الأمر حدث في عدة مرات كما ذكرنا. والحديث هذا رواه جابر، ويذكر أن هذا وقع في الحديبية. الحديبية أو الحديبية هو اسم لبئر، والمنطقة التي يقع فيه هذا البئر سمي بهذا الاسم. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا المكان الذي يبعد عن مكة قرابة 22 كيلو تقريبا، ومعروف صلح الحديبية. وقف مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان، وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة ليفاوض المشركين على دخول مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتمر، وقد رأى في المنام أنه يعتمر ويطوف بالبيت. فوقع صلح الحديبية إلى آخر القصة. الله عز وجل قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان، وجابر هنا يروي هذه الحادثة، يقول: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. إنه أحد الصحابة ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم: ما لكم؟ لماذا جئتم إلي؟ لما شافوا معه ركوة، والركوة هي الإناء أو الشيء من الجلد يوضع فيه الماء. فلما رأوا ذلك جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. ثم سئل جابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. ثم قال: كنا 15,000، أي كنا 15,500 شخص. 15,000، 1,500. وقد روينا نحن وقرأنا الأحاديث في الأحاديث الأخرى كنا 300 في حادثة أخرى. في أحاديث أخرى أيضا يقول الراوي أو الصحابي الذي يروي الحديث: كنا 70. وأيضا وقع في بعض الروايات، وأيضا الحديث عن جابر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض، كان عنده إناء من ماء والناس ما عندهم ماء، فمضمض ثم مج في البئر، بمعنى أنه صب هذا الماء في البئر، صب الماء الذي مضمضه في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، صب هذا الماء في البئر. ففي الرواية: ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا. مج في البئر ثم مكثنا غير بعيد، أي انتظرنا قليل، فبعد قليل استقينا حتى روينا وصدرت ركائبنا. وفي هذا الحديث هذه الرواية أيضا عن جابر، فيقول: كنا يوم الحديبية 14,000.
100. هذه أيضا من الروايات التي نذكرها، والروايات كثيرة جدا وتصل إلى عدد أكثر من 20 رواية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.